مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت المحلي اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. عايزه اقول لكم اني فرحانه جدا جدا، وبهني كل الطلبه اللي كانوا نفسهم في كليات معينه وكتبوا لي تحت في الكومنتس اللي كان نفسه في صيدله وكان نفسه في علاج طبيعي وكان بيسالوا على الكليات دي، والحمد لله ربنا كرمهم في التنسيق وقدروا يحصلوا على الكليات، وبشكرهم جدا ان هم رجعوا يكتبوا لي ان هم دخلوا الكليات دي. بجد كانت فرحه كبيره وربنا يكرمكم، وبدعي للطلبه ان شاء الله اللي بتوع المرحله الثانيه المستنيين التنسيق بتاعهم ان انتم ما تيأسوش، وان شاء الله ربنا هيكرمكم انتم كمان وهتدخلوا الكليات اللي نفسكم فيها. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هحاول ارد على كل اسئلتكم. انا في الفيديو اللي اتكلمت فيه عن توقعاتي للتنسيق، للناس اللي ما شافوش الفيديو الرابط اللي ظاهر قدامكم على الشاشه ده اتكلمت فيه عن توقعات التنسيق وازاي تختار الكليه بتاعتك. في الفيديو ده كانت توقعاتي لنزول التنسيق ان هو هيقل بنسبة من 6 لـ 7%، بس الحمد لله زي ما انتم شايفين ان التنسيق في كليات كتير النسبة كانت اعلى من 7%، زي هتلاقي عندكم الطب اعلى من 7%، الصيدلة اعلى من 9%، وزي ما احنا شايفين العلاج الطبيعي عدى الصيدلة والهندسة لحالة تانية. بيني وبينكو انا مبسوطة من الحوار ده عشان ده كسر الصورة النمطية دي كليات القمة، وان مع الوقت في كليات كتير هتاخد مكان كليات القمة دي، مش هتحل محلها بس على الاقل هتبقى معاها في نفس المستوى. حتى الكليات الأدبية معدل الانخفاض فيها أكتر من 12%، وده بيدي للطلبة بتوع المرحلة التانية توقعات إن شاء الله التنسيق بتاعكم هيبقى برضو قليل جدا وهتقدروا تحصلوا على الكليات اللي انتوا نفسكم فيها، فما تقلقوش خالص. فانا في الفيديو ده هتكلم معاكم عن كليات المرحلة التانية وهعرض لكم الكليات على مستوى الجمهورية، وفي الاخر هكلمكم نبذة صغيرة عن كلية علوم والاقسام اللي فيها بشكل سريع. وبكرة ان شاء الله هنزل بتوع كلية علوم فيديو تفصيلي عن كلية علوم بكل حاجة، بالاقسام اللي فيها، بالمجالات الشغل بعد التخرج، باي معلومات موجودة في كلية علوم هعرضها بكرة ان شاء الله في فيديو. وكمان بعدها هنزلكم فيديو بالتفصيل عن كلية زراعة والذكاء الاصطناعي، الأقسام اللي فيها وكل التفاصيل الخاصة بالكليتين دول. زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم الأماكن الشغالة للطلاب المرحلة التانية، زي ما انتم شايفين شعبة علوم، الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، كل الكليات اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة دي، وشعبة رياضيات زي الحاسبات والمعلومات وكلية هندسة، وزي ما انتم شايفين برضو الشعبة الأدبية. هعرض لكم دلوقتي فيديو، الفيديو ده بيضم كل الكليات على مستوى الجمهورية اللي بتضم كليات علمي للمرحلة التانية. وبما ان النسبة السنة دي قلت من 7 لـ 10%، فالكليات دي هتكون قدامها المجموع بتاعها بتاع السنة اللي فاتت، فانتوا هتقللوا الدرجات من 28 لـ 40 درجة من المجموع اللي ظاهر جنب الكلية دي، وهتشوفوا النسبة المئوية اللي ظهرت كام في المية، وباحتمال كبير ان النسبة دي ان شاء الله تكون هي تنسيق المرحلة التانية 2021. الفيديو ده بيضم كل الكليات على مستوى الجمهورية للشعبة العلمية، علم علوم وعلم رياضة، في كل الكليات، فكل واحد او واحدة يقدروا يدوروا على الكليات اللي هم عايزينها والكليات المتاحة على مستوى الجمهورية، ويعملوا الطريقة اللي أنا قلت لكم عليها في الأول. وهسيبكم مع الفيديو عشان تقدروا تركزوا وتدوروا على الكليات المناسبة ليكم. وزي ما قلت لكم ان شاء الله ما تقلقوش، التنسيق زي ما قل في المرحله الاولى هيقل في المرحله الثانيه برضو، وان شاء الله هتدخلوا الكليات اللي انتوا نفسكم. بس عايزه اقول لكم ان نسبه القبول برضو هتختلف من جامعه للتانيه. دلوقتي بقى هنتكلم عن كليه علوم زي ما قلت لكم، وهنتكلم عن الاقسام اللي فيها بس بشكل سريع مبسط.
بس ما تنسوش ان انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن البايو انفورماتكس والبايو تكنولوجي، اللينك بتاعهم ظاهر قدامكم. ده البايو تكنولوجي وده قسم موجود في كلية علوم وكلية زراعة، انا مش هتكلم عنه تاني، فاللي حابب يعرف معلومات عنه اكتر يقدر يرجع يتفرج تاني على الفيديو اللي انا نزلته، الفيديو في اللينك اللي ظاهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. نيجي بقى الاقسام. كلية علوم الكلية الفظيعة دي اللي غنية باقسام كتير جدا ومهمة جدا لمجالات الشغل سواء جوا مصر او برا مصر. عندك في كلية علوم فيها اقسام زي قسم الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات، قسم الجيولوجيا، قسم الحيوان، قسم الحشرات، قسم الفضاء والفلك، قسم البيوفيزياء وعلوم البترول والكيمياء الحيوية والجيوفيزياء وقسم علوم البحار وقسم الميكروبيولوجي. وفي بقى أقسام كتير، كيمياء كيمياء فيزياء، فيزياء رياضيات، فيزياء منفردة، كيمياء منفردة. الحاجات دي كلها هقولها بالتفصيل بكرة، بس هي غنية جدا بالأقسام دي، فأي حد عنده ميول للحاجات دي كلها ممكن يدخل ويبدع في الكلية. انا الحقيقه كنت عايزه اتكلم اكتر عن كليه علوم، بس الكلام عنها كتير جدا مش هيقدر يكفي في الفيديو ده لوحده. انا وصلت كده لنهايه الفيديو، بتمنى التوفيق لطلبه المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، مبروك جدا 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 لطلبه المرحله الاولى، ربنا يوفق جميعا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وتكتبوا لي اسئلتكم تحت في الكومنتس، ولو في اي حاجه ما فهمتهاش ممكن تكتبوا لي وانا هرجع اشرحها لكم تاني. ويا ريت تشير الفيديو مع اصحابكم عشان هم كمان يستفيدوا. بالتوفيق ليكم جميعا.